خير. صباح النور. كل عام وانت بخير. تفضلي. صحه وسلام. اهلا وسهلا، كل عام وانت بالف خير. انت بخير. استاذه، كنا عم نحكي انا وزملائي قد ايه مجال مراقبه الملاحه الجويه هو مجال حساس صعب نوعا ما. خبرينا شوي عن دخولك بهي المهنه. السلام عليكم. وعليكم السلام. فاول شيء كنت ابغى اقول لكم اياها بخصوص شو معنات المراقب الجوي، علشان ابسط الموضوع وقرب الصوره لكم اياها، مثل شرطي المرور لحركة السير. نعم. فهو وظيفته بأنه يسوي حركة السير سلسة ولسلامة الركاب. نفس الشيء المراقب الجوي، إذا مهمته الأصلية إذا تنظيم حركة السير في الأجواء لسلامة الركاب، وأيضا تنظيم حركة السير على أرض المطار. فهذه النقطة كنت أبغى يعني أوضح لزملائي للمشاهدين أيضا من هو وما هي وظيفة المراقب الجوي. نعم. فإذا نرجع لسؤالك اللي هو كان ممكن إذا تعيدي ليها. أكيد. خبريني كيف دخلتي هذا المجال؟ هل كان في دعم مثلا من العائلة ولا هو شغف عندك لما مثلا كنت طفل؟ هو دائما كان شغف من البداية من الصغر. أنا من النوع فضولية بس بشكل إيجابي، فكان دائما عندي كان الفضول بأن هالأمور ليش تستوي؟ يكون لها سبب معين. يعني حركة الطيران في السماء دائما كنت أشوفها على مسافات متناسقة، شو السبب في هذا؟ أوكي، نحن نعرف أن الطيار قاعد يسوق الطيارة، لكن حركتها بتناسقها كيف هذه؟ فكان هذه دائما عندي كان فضول، وفضول إيجابي، إلى أن نمت، إلى أن بسبب يعني لكل شيء يقولون يستوي مصدر أو هدف معين، يستوي يعني يطلع لك مصدر معين. فمن من زيارتي أن كانت من زيارة المدرسية كانت للمطار دبي. فيوم سرت المطار دبي كانت هناك في مشرفة للمطار توجه لنا جميع الأقسام بأن هذا القسم كذا وكذا كذا. فيوم شفت برج المراقبة فأنا سألت سؤال، شو هذا القسم؟ ما نبهتينا عن هذا القسم، شيء برج كبير وأنا أشوف حركة الطيارات في أرض المطار، والحركة هذه منو؟ شو الوظيفة وشو وظيفة البرج؟ فقالت لي المشرفة أن هذه برج المراقبة، فيها ناس تشتغل لتنظيم الحركة في أرض المطار. عارفة قلت لك كده ليه؟ أو هي يمكن موارد يعني أخذت كيش للبرج ده توريهولك ليه؟ لأنه زمان كان في وجهة نظر أنه العمل في برج المراقبة صالحة بس مختصر على الرجال. صحيح. النساء ما يعني لا، ده عمل شاق، ما ينفعش أن هي تقعد وتتابع وتاخد قرارات صعبة. دلوقتي أنت كسرتي القاعدة دي. الحمد لله، الحمد لله، بسبب قيادتنا الرشيدة، بسبب أن شيوخنا ما شاء الله عليهم وفروا لنا جميع المصادر، جميع الأشياء لتوفير يعني سبل الراحة، وأيضا من جميع من الناحية العلمية والعملية الحمد لله. والمؤسسات اللي حين مثلا أنا حين أشتغل في مؤسسة دبي للملاحة الجوية، في مؤسستنا عندهم تشجيع للمواطنين الشابات والشباب أن يدخلون في المجال حتى لو ما كان عندك أي خلفية للطيران. فعندنا كورسات ما شاء الله من زيرو يعلمونك إياها، كورسات مرتبين لك إياها، تبدأ يكون فترة الكورس يكون 18 شهر مكثف تمر بجميع المراحل. فالحمد لله مثل ما قلت أن شيوخنا ما قصروا، وبسبب ريادتهم وبسبب إرشاداتهم وتحفيزهم للمؤسسات لتمكين برامج للمواطنين أن يدشون في هالمجالات، يعني هذه وفرت لنا كثير من سبل الراحة ما شاء الله. أكيد أكيد. صالحة، مش مستغرب على المرأة الإماراتية، الحمد لله رب العالمين، هذا الشيء نحن شايفينه مثال حي على أرض الواقع. يعني بنشوف ما شاء الله المرأة الإماراتية كانت يعني معتقدات المجتمع زمان أنه والله بس أنه المرأة، مش بس المرأة الإماراتية، حتى المرأة العربية بشكل عام، أنه والله بيوقف مثلا عند التعليم. بس اليوم المرأة الإماراتية دخلت حتى مجال النفط، يعني صحيح. حتى الأصعب المجالات اليوم عم بنشوف. لكن برأيك أنت تقييم دور المجتمع في تمكين دور المرأة وكيف بتفسري أنت من وجهة نظرك اليوم بكل المجالات؟ ما شاء الله، يعني مثل ما قلت دولتنا ما قصرت، أعطتنا جميع السبل الراحة، جميع الأشياء، قال لنا كورسات موجودة، أشياء موجودة، فقط هذا على الشخص أنه يستفيد من هذه الفرص، يكون عنده الشغف أن يأخذ هذه الأوبورتونيتي أو هذه الفرصة، يستمر فيها، يجتهد فيها بكل شغف،
لأن مثل ما قلت الشيوخ وفروا لنا جميع السبل إن كانت علمية والعملية. ما شاء الله عندنا جميع المدارس، مدارس متطورة إن كانت حكومية أو خاصة، جامعات ما شاء الله وفرت لنا، بعدين عندنا مؤسسات اللي فيها برامج التوطين. محتاجين ناس عندهم شغف للتعليم أن يدخلون في المجال، وبعدين هذه على المؤسسات أن يطورونكم. بس أهم شيء يجيب الشغف الداخلي، الاجتهاد. لكل شغل في صعوبات، ليست عوائق، ما عندنا شيء عوائق. ما شاء الله بلادنا قالت أن ما في عوائق، نحن عطيناكم كل السبل، فرصة لازم ناخذها نحن. وفي صعوبات يكون يعني في مفاهيم معينة ما نفهمها، مثل شو صالحة؟ يمكن هي هاي أكثر الأشياء اللي بتخلي بعض المهن حكرا على الرجال. إحنا بدنا نعرف شو هي المخاطر المحفوفة بهاي المهنة. ما في حين مجالات استوت حكرا للرجال، مثل ما تفضلتي يعني كان هذا الكونسبت قديم، كان قديم يعني صح. الفكرة قديمة أننا للرجال، لكن مثل ما قلت لك يا أحين الحريم يدشون في هالمجال، يقولون لي أن التعليم اللي هو كان موجود الحين بعد نعطيكم إياها. يمكن يكون الصعوبات in terms of أن المرأة دائما كانت يعني أشياء روتينية كانت تسوي، الأشياء الإدارية. الصعوبات أن ما تشتغل في المناوبات. المناوبات شيء كبير، يعني أن تشتغلين فترة الشفتات أو المناوبات، هذا كان مرأة كونها تطلع وتشتغل في الشفتات هذه كان صعب جدا. فعلشان شيء خلوه ان يعني ان هذا كسرنا الروتين، قلنا لا، بسبب اهلنا مجتمعنا واثقين فينا بدنا سايرين نحن نسوي شغلنا، بسبب السبورت هذا وسبب سبورت الشيوخ قدرنا نحن نكسر الحاجز هذا و نكمل يعني في الرياده في الامور. بس انا كان يمكن قصدي تحديدا في مهنه المراقبه الجويه، شو هي الصعوبات اللي كانت تواجه صالحه اول ما بدات في هذا المجال؟ الصعوبات ما نقول لها الصعوبات، يعني انك تدخل تشتغل بين الريايل، هذه بدايه، يعني انت اذا جاي من مجتمع كله انه مدارس حكوميه بين الحريم وهذا، كسرت الحاجز هذه انت تدخل في مجال ان الرجال يشتغلون. بس الحمد لله بسبب لنا زملاء عملي يعني متعاونين كثير، يعني انه ما خلوا هذا الحاجز كيكون شيء صعب، بالعكس هم بكل سعه يعني انه كانوا ما ياثر تاثير سلبي عليك، مرحبين جدا أكيد. متعاونين جدا، وهذا شيء سهل علي الامر. اذا في كونسبت معين ما افهمها يحاولوا ان يبسطوا الموضوع، لان ما في شيء مستحيل، الموضوع الكونسبت ممكن يتم شرحه بطريقه مبسطه. مثل ما قلت لك المؤسسه الزملاء العمل ما قصروا الصراحه، ففي اشياء كونسبت معين كانت صعوبات، بس الحمد لله مرينا فيها تخطينا الحمد لله. يمكن هذا الاحتكاك كمان سمح للمرأة الإماراتية لتثبت وجودها بأخلاقها وبتربيتها وبالحفاظ على العادات والتقاليد، صحيح. رغم يمكن وجود النساء والرجال بمكان عمل واحد، صحيح. لكن حضرتك ذكرتي أكثر من مرة التدريب والتأهيل وورش العمل، خبريني قد هذا الموضوع مهم، وقد مهم كمان المرأة تظل مواكبة لهذا التدريب مو بس بالبداية. مثل ما قلت مهنتي كمراقب جوي، يوم أدش يكون فترة التدريب يكون 18 شهر مكثف، يكون في القاعات الدراسية وبعد في الغرفة الافتراضية اللي هي يهيئك علشان تشتغل في برج المراقبة، إن كان في برج المراقبة أو في الرادار. ترى نحن عندنا برج مراقبة أيضا في الرادار بعد، صحيح. أيضا بعد ما تحصل على ليسن تحافظ على ليسن عن طريق أن سنويا تدخل في الكورسات كثيرة، مثل من الكورسات اللي نحن نسويها كيف تشتغل في الفترة يوم الرؤية الأفقية متدنية، مثل الضباب، هذه ندخل فيها كورسات علشان نعرف أن كيف نسوي حركة الطيران يكون سلس سهل، الحركة دائما تستوي بطيئة، إذن هذه وظيفتنا أن كيف نشتغل في هالأجواء. أيضا يكون كورسات عندنا كيف نتعامل إذا عندنا سيناريوهات اللي فيها حالات الطارئة، مثلا اذا الطيار يمر بحاله طارئه انا لازم يكون عندي المفهوم شو هو يمر فيه علشان انا اساعده، اوفر له جميع الامكانات علشان ينزل بطريقه سلسه وبسلامه في المطار. فنمر بهذا الكورس بعد سنويا لان نجدد ليسنا، فنحن نصير بامتحان اللي هو العملي والكتابي والشفهي، اذا سنويا نواظب، لان في مهنتنا
ما في مجال أن نخطأ. صح. لأن هذه مسؤولية كبيرة. نعم. فيها سمعة الوطن، سمعة المطار، أرواح الناس مسؤولية. ف نسبة الخطأ زيرو. زيرو. صح. يعني نسبة ملهاش وجود. بس أنا عايزة أرجع لجملتين جمال قوي أنت قلتيهم من شوية. قلتي إنه الستات بيدخلوا جميع المجالات ما شاء الله عليهم، فيش حاجة دلوقتي بتوقفهم، مش بس كده وبيتفوقوا كمان على الآخرين. كمان قلتي جملة جميلة جدا، قلتي احنا عندنا المدارس وعندنا القادة الرشيدة، موفرنا كل حاجة ما شاء الله عليكم، انتوا عندكم الخير كله، ولكن الثقة دي والمسؤولية دي انتي كصالحة بتتعاملي معها ازاي؟ كيف اتعامل معها؟ موضوع اكيد مش سهل. هذا شيء تعاملي معها بسبب الثقة اللي حصلتها اكثر، وهذا اللي خلاني اياها الاهل. أهلي هم كانوا مصدر ثقتي أيضاً، هم اللي المستمر، وثوقهم بي أنا أن صالحة تصير في شغلها تسوي أكمل وجه، ثقتهم هذه استمرت ثقتي أيضاً. ثقة المؤسسة لي، زملاء عملي بشغلي، هذا استمر، وأنا أبى أتميز في عملي، وأنا أبى أكون قدوة أيضاً للبنات الثانيات، يعني أيضاً بأن ما في شيء مستحيل. نحن إذا سوينا الإرادة نبى نسوي الشيء نقدر نسوي، لأن في قاموسنا مثل في بلادنا ما في شيء مستحيل. مستحيل. مزبوط. ما في شيء مستحيل ونقدر نسوي نتخطاها بسبب وثوق شيوخنا بنا، بسبب مجتمعنا يثق فينا بأن نحن نقدر نسوي جميع الأشياء. هذا الثقة دامت ومستمرة وياي، وأنا أشوف بأن في كل خطوة مجتمعي، مؤسستي، شيوخنا ويانا، فهذا يزيد ويستمر ثقتي. ما شاء الله عليك يا صالحة، يعني القالب غالب ما شاء الله، وانت صالحة وانت نبتة صالحة. شكرا. ومثال نفتخر كلنا فيك. شكرا. بعتقد يعني انه المرأة الإماراتية ما صارت تقتصر على مجال واحد، صار فيه هناك كثير عوامل ساعدها، يعني ورش العمل. انا ونوار لما بنروح بنغطي مثلا تغطية، او انا ودعاء ولا منا بنروح نحضر فعالية معينة، بنشوف انه دور المرأة الإماراتية موجود في كل المجالات، فعال بشكل كبير. أمجد فعلا عندك حق، وبنشوف كمان انه ما شاء الله ما عادش فيه شيء مستحيل. صالحة يعني انت بتشتغلي في مكان حساس جدا جدا، بس انا عايزة تدينا شوية معلومات مش كل الناس تعرفها عن مجال المراقبة الجوية، وخصوصا كمان شوية ذكرتي انك يكون عندك تخيل للطيار شو ممكن يصير معه. صح. فهذا الموضوع كتير فضولي، انا صار عندي فضول انك تاخدي قرار. ده شيء صعب جدا، يعني اكيد بتفكري فيها مليون مره قبل ما تقولي لا ده اللي هيحصل. تاخدي قرار. ترى هذا الشيء يعني المسؤوليه، ما ادري، انا دائما مثل ما قلت من صغري كان عندي الفضول الايجابي، وايضا كنت ابى دائما اشتغل في وظيفه منفرده متميزه غير عن النمط اللي نحن ناخذه. نحن نعرف عن وناخذ ندرس في الكتب مدرس، معلم، مهندس، ما عندنا شيء. هذا الشيء المنفرد والمتميز شجعني ايضا بان ادخل في هالمجال، واشوف هالمجال شو متطلباته. كان من احدى متطلباتي، يعني في كثير من المتطلبات، من متطلبات هذا الشغل يكون عندك القدره عاليه للتركيز للمهام اللي تسويها، لان هذه محتاج تركيز. يكون عندك ايضا القدره لفهم الاجراءات. صح. انا هذا شيء عندي، انا عندي هذا، ان يكون وكل الحريم ما شاء الله عليهم كلها عندهم فقدرة التركيز العالي والاتخاذ القرار، هذه كان عندي وشجعني أيضا عن طريق يوم حصلت الكورسات وهذا، فهم أيضا يرشدونك وين لازم تطبقها بالطريقة الصحيحة. هذا ففي أشياء personal، الأشياء المميزات يكون منمى في الإنسان. وعلشان كذي يوم يدخلون يوم المواطنات أو شبابنا وشابات يوم يدخلون يسوون الامتحان يشوفون هذه الأمور. هل قدرة التركيز عندك العالي في المهام اللي نعطيك إياها؟ هل أنت عندك القدرة على تحمل الضغط؟ لأن هذا الشغل يتطلب ضغط، يعني أعصاب، في ضغط كبير. أنا 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 كرجل والله أنا بدي أشتغل شغل مراقب ما بعرف، يعني من هو أنا بعتقد أنه عمل في مسؤولية كتير كبيرة، بس راشد المجد لازم يطلع لي في مخي يا صالحة اختر الحل الصعب، يا تفارق يا تحب، يلا دائما بيطلع لي في كل الأمور الصعبة. بتعرف أمجد يمكن مش غريب على المرأة أنه هي تقدر تحقق هذا الشيء أو أنها تعمله، لأنه المرأة أصلا بتحب التحديات. نعم. ويمكن كمان من خلال تعليمها بيساعدها هذا الموضوع على تطبيق العمل. صح. بشكل سليم ومتقن. صح. من دون الخوف والتردد. قد ايه صالحة هلأ التعليم مهم للمرأة الإماراتية لحتى
تقدر تتقن عملها مش فقط تتبوأ المنصب. مهم جدا، مهم جدا. كل مرأة لازم تتسلح بالتعليم، كل وحدة لازم يعني أن تكمل تعليمها. إذا هي تبى تدخل في أي مجال لازم تكمل تعليمها الأساسي، أيضا تكمل التعليم العالي أيضا. نعم، يعني هذا شيء مهم جدا. نحن الحين في مجتمع ما شاء الله، يعني مثلا شيوخنا ما قصروا، خلوا أن نحن نبى نكون من 25 دول اللي نكون لين تاريخ 2021. نعم، نكون من الدول 25 المتميزة أن يسوون توازن بين المرأة والرجل. وحصلتوا عليها أعتقد مؤخرا. صحيح صحيح، نعم. حتى في التمثيل الحكومي صالح، يعني صحيح. يعني الله يحفظه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، قبل شوية حكيت نفس القصة، أنه هو لما حكوله عن المرأة حكى أنه المرأة صارت تمثل مش نصف المجتمع اللي هي 50%، بل 52 تعدت. يعني الحمد لله الاهتمام بالجهود المبذولة للمرأة وتمكينها بالمجتمع موجود وملموس على أرض الواقع. لكن أنا بدي أسألك سؤال، اليوم في سوء كتير بكافة القطاعات والمجالات، كيف بتقرأي تمكين المرأة في المؤسسات الخاصة؟ نحن الحمد لله الحكومي، القطاع الحكومي شايفين أنه في دور معزز وممكن، بالخاص كيف بتقرأي للمشهد؟ أنا أشوف أن الحريم أيضا في القطاعات الخاصة وايد موجودين ما شاء الله، أيضا هناك متفوقين فيها بالجميع، إن كانت يعني يعني في الباك أوفيس، وهذا الحريم ما شاء الله حتى في القطاع الخاص متميزين وموجودين فيها. يعني ما أشوف أن ما في أي مجال أنا ما في فيها الحرمة، الحمد لله رب العالمين أن في كل مجال هي موجودة. نحن كمرأة عندنا صفة، we are multitaskers، نحن صح. نقدر نسوي جميع المهام في البيت، في العمل، في المجتمع. أيوة، بسبب هذه الصفة المتميزة هذا بعد يعطينا حافز أكثر أن إذا عندنا يعني توجيه أو شيء عليها نركز على جميع الاتجاهات في البيت في العمل وهذا، ونعطي توازن في هذا الشيء. والحمد لله أيضا عندنا حين الدولة أعطتنا الحقوق أن نتوازن مع المرأة والرجل، لأن نقدر نحن عندنا الاستطاعة. النساء خارقات من الأمور كمان اللي أنا بشوفها مهمة جدا، أنك أنت تتخذي قدوة ليكي في مجالك، سواء مثلا أنت حابة تصبحي في يوم من الأيام مراقبة، معلمة، طبيبة. يعني في مجال مثلا المراقبة الجوية بفتكر الأستاذة مروة المطروشي اللي هي أول مدير مناوب لإدارة عمليات الملاحة الجوية، قد إيه دي قدوة جميلة جدا وعظيمة لفتيات كتير. فأنت لو بتتفرج عليكي دلوقتي بنات وشافوكي قدوة حسنة ليهم، تحبي تنصحيهم بإيه؟ أبا أنصح والله مروة، هي زميلتي ما شاء الله عليها في مطار دبي، وأنا في مطار آل مكتوم، فنحن في مطارات مختلفة لكن تحت نفس احنا المؤسسة. احنا بنحييها تحية كبيرة. صحيح جدا طبعا. صح، وهي أيضا قدوة لي أيضا بأنها في ذاك المنصب ما شاء الله عليها. يعني كلنا نحن تفوقنا بأشياء مختلفة، لكن أنا بأنصح في اليوم المرأة الإماراتية لكل البنات الطالبات بأن ما في شيء مستحيل هني في الدولة، ما في شيء مستحيل إذا نحن اجتهدنا وأخذنا الإرادة وبشغفنا، إن شاء الله نحن نقدر نتخطى هذه الصعوبات ونحقق فيها، ويكون يعني نقدر نكون في الرائدات في هذا العمل. نعم. ودائما فكروا في الأمور اللي هي متميزة، أشغال مختلفة، مجالات مختلفة، مثل نحن عرفنا أن في الطيران، إذا بس في الطيران مجال مفتوح، مثل برج المراقبة تكون مراقب جوي وكذا. يعني أنا الحين كنت مراقب جوي، الحين أنا استويت أخصائية أدرب الناس ما شاء الله عليك علشان يكونون مراقبين جويين. فهذا الشيء بعد الرول الدور أهم وأعظم وأكثر، وأنا أحبه لأن يكون عندي المجال أعلم الناس الأمور الصعوبات اللي أنا مريت فيها، أهيئ لهم وأبسط لهم لغيرك. يعني أنا مريت بهالأمور، هذه الطريقة اللي أبسط. نعم. تقدرون تتفوقون، ما في شيء مستحيل، تقدر تكون متميز في عملك كمراقب، ما علي هذه الأمور. فهذه الثقة المستمرة والأشياء هذه أنا الحمد لله في مجالي سويتها، وأنا أقول حق البنات ما في شيء مستحيل إذا خلينا الإرادة الأمور طيبة إن شاء الله. عليك الصراحة، أنت مثال وقدوة يحتذى بها مو بس للمرأة الإماراتية، لكل النساء. شكرا كثير لك، نورتينا. أشكركم، أشكركم بالصباح، أشكركم. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. طلع بريك، شو رأيك؟ يلا يلا.